آسف لأنك ولدت وهناك أناس أحرار خلف القضبان، من بينهم والدك، وآسف أيضاً لأنك أتيت إلى مجتمع تمنع فيه الحرية، ولكنني أعدك بأنني سأكافح دائماً من أجل الحرية. لا أريدك أن تستسلم للمجتمع، لأنني على يقين بأن كل شيء سيتغير سريعاً نحو الأفضل. هذه الكلمات المؤثرة جاءت على لسان باهر محمد الصحفي بالجزيرة الإنجليزية المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات. باهر وجه كلماته من خلف أسوار سجون النظام إلى مولوده الجديد هارون الذي جاء للدنيا منذ ساعات، ولعل هارون يكون عوناً لأبيه فيشدد به أزره ويشركه في أمره ويخفف عنه محنته ويكون سبباً في سعادة قلبه المثقل بهموم الظلم والسجن معاً. فكيف يكون إحساسك حينما يستقبل طفلك الحياة وبينك وبينه أسوار من الظلم والقهر والسجن؟ وما هو شعورك حينما يأتي ابنك إلى الحياة وأنت لا تعرف شكله؟ هل ستتخيله وترسمه على جدران السجن؟ أم تدعو مولاك جل شأنه أن يلهمك الصبر ويرفع عنك هذا الظلم؟ آسف لأنك ولدت وهناك أناس أحرار خلف القضبان ومن بينهم والدك، وآسف أيضا لأنك أتيت إلى مجتمع تمنع فيه الحرية، ولكنني أعدك بأني سأكافح دائما من أجل الحرية. هذه ليست قصيدة أو مقال أدبي، ولكنه مقتطف من رسالة وجهها الزميل باهر محمد من محبسه في أحد السجون المصرية إلى مولوده الجديد الذي سماه هارون، والذي جاء إلى الدنيا ووالده خلف القضبان لا لشيء إلا لأنه صحفي كان ينقل الحقيقة. السجن حرم باهر محمد من الوقوف بجانب زوجته عندما وضعت طفلها الجديد، فبعث إليه رسالة من خلف القضبان تعكس مزيجا من الحزن والأمل بمستقبل أفضل للمولود، كما تحمل بعض النصائح لولديه الآخرين حازم البالغ من العمر 4 أعوام وفيروز ذات 3 أعوام. أبنائي الأعزاء، هناك أمور تعلمتها وأود أن أشارككم إياها، لطالما كنت أناضل في عملي من أجل الحقيقة، ولم يكن هذا أمرا سهلا مهما تطلب الأمر. واصلوا البحث عن الحقيقة ولا تخافوا أبدا. أريد لكم جميعا أن تحفظوا كرامتكم، إنها واحدة من أهم القيم. وفي ظل غياب والد الطفل، حضرت أسرة الصحفيين الآخرين المسجونين بيتر جريستا ومحمد فهمي لدعمهما في هذا الموقف. وتعتبر ولادة هارون الحدث العائلي الثاني المميز لصحفي الجزيرة المسجونين في مصر هذا الأسبوع، حيث يجرى الإعداد لعقد قران محمد فهمي على خطيبته داخل السجن. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في يونيو أحكامها حضوريا بسجن الزملاء باهر محمد 10 سنوات وبيتر جريستا ومحمد فهمي 7 سنوات، في حين حكمت بالسجن 10 سنوات غيابيا على 6 زملاء آخرين في القضية المعروفة في الإعلام المصري باسم خلية الماريوت. وأثارت القرارات التي أصدرتها المحكمة ردود فعل مستنكرة ومنددة من مختلف دول العالم والمنظمات غير الحكومية، كما نظمت فعاليات تضامنية من قبل زملاء المهنة في شتى بقاع العالم. ومعنا في الاستوديو لمناقشة هذا الموضوع مصور الجزيرة مباشر محمد بدر، الذي عاش نفس التجربة التي يعيشها حاليا باهر محمد صحفي الجزيرة الإنجليزية حينما رزقه الله بمولود أثناء فترة اعتقاله في السجون المصرية. أهلا بك محمد. أهلا. طيب يعني باهر وهارون بيكرروا لك نفس التجربة والذكريات اللي انت عشتها، احكي لي عن نفس التجربة عشان نعرف نتخيل باهر دلوقتي عايش ازاي وهارون اتولد في هذه الظروف. يعني من نكد الدنيا ان ظلم الحكم العسكري الطاغي في مصر يوصل للجنين في بطن امه ويوصل للطفل حديث الولادة، انه الولد يولد مظلوم ببعده عن ابيه. التجربة قاسية جدا، وانا يعني كان نفسي ما اتكلمش فيها عشان ما انقلش توتر ما لأهل زميلي باهر محمد، بس من لحظات الانهزام عشتها في السجن ان انا ابني، وكان ابني الوحيد اللي انا مستنيه بعد الزواج،
يولد وأنا مش معاه، فكانت من لحظات الانهزام القصوى للواحد وهو مقيد خلف. إحساس بالقهر طبعا، إحساس بالقهر الشديد، وانت تسع شهور بتوعد زوجتك انك انت هتبقى جنبيها وتبقى ماسك ايدها وهي في غرفة العمليات، وابنك هيتولد على ايدك وانت اللي هتلبسه وانت اللي هتاخده من غرفة العمليات وانت اللي هتسمع عليه وانت اللي هتدن في ودنه. الكلام ده كله انت انا افتكرته وانا في السجن. انا مثلا قعدت 3 ايام ابكي على لحظة ما عشتهاش، وعلى فرحة ما فرحتهاش وانا داخل السجن وظلم. طب محمد اسمح لي اقولك ابو محمود بقى، عشان احنا بنتكلم عن محمود محمد بدر دلوقتي، لكن هنتكلم معك ونكمل التجربة. ومعنا عبر الهاتف الآن السيدة جيهان زوجة الزميل باهر محمد. يعني أولا مبروك عليك المولود السعيد هارون، ولعل ده أمل كبير إن شاء الله في نوال الحرية لوالده المناضل الصحفي الجريء اللي بيشهد له كل أحرار العالم. إزاي عشت لحظة ولادة هارون وأبوه خلف أسوار سجون الظلم والاستبداد؟ طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بس في البداية أحب أقول الحمد لله إن ربنا رزقني بهارون في الوقت ده، وهو كان أكتر عون ليا إن شاء الله بإذن الله إن باهري يطلع بالسلامة. بس طبعا اللحظة دي أنا عشتها كانت صعبة جدا ومفتقدة زوجي جدا في الوقت ده. إن المرأة عادة في الحمل بتكون ضعف وصعوبة، لأن محتاجة زوجها معاها ومحتاجة اللي يساندها ومحتاجة اللي يقف جنبها. طبعا زوجي طول المدة دي كلها طول 9 أشهر مش معايا، ومعايا كمان طفلين تانيين حازم وفيروز. طبعا بكون أنا خلاص لازم يعني اتحطيت في دور وفي إطار إن أنا لازم أنا اللي أقوم بكل أعمال باهر ناحية ولاده. حازم عنده 4 سنين وفيروز 3 سنين أعتقد. 3 سنين. ربنا يبارك يا رب. ربنا يخليك. طب الجو اثناء الولاده، يعني العيله الاسره؟ طبعا ما قدرتش افرح الفرحه الكبيره بوصول المولود يعني هارون، لان زوجي مش معايا وزوجي يعني نفسه يشوف ابني. طبعا انا مش عارفه ازاي اوصف لك شعوري يعني كأم، وزوجها مش موجود معاها وابو الطفل مش موجود ومحبوس في المعتقل وبدون اي تهمه، يعني كل تهمته ان هو صحفي ومحايد. طيب سيده جان، يعني رسالته اللي تعاطف معها كل حر في الحقيقه، وكل كلمه فيها كانت يعني مش كل حر بس، وكل اب يعني حتى لو هو مختلف مع باهر في التوجه او في اي شيء، او ممكن يكون مش معترف اساسا بدور الجزيره ولا بدور الصحافه، لكن كأب بيتفاعل مع هذه الرسالة. الرسالة دي انتوا تفاعلتوا معها ازاي؟ عملت معاكوا ايه؟ لا طبعا فرقت معنا جدا، وحسستني بالظلم ومدى القهر ان هو اب ونفسه يبقى مع ابنه لحظة وجوده في الحياة ويقدمه هو للحياة بنفسه ويحتضنه. لحظة قاسية جدا عليا وعلى باباه. اتكلم فيها عن في الحقيقة عن ما اتكلمش بس عن الأبوة، اتكلم عن مبادئ الحرية. ويعني انت شايفة ان الكلام ده كان يعني مؤثر يعبر عن قضية جيل، عن قضية ثورة، عن قضية حرية؟ حرية للصحافة وحرية للإعلام. وللأسف احنا يعني اتمنى من القضاء بإذن الله ان هو احنا قدمنا الطعن في الحكم بإذن الله، اتمنى من القضاء ان هو يقوم بعدل ويقوم بالحكم الصائب بإذن الله. يعني مش عارف حازم وفيروز كانوا بيقولوا ايه، وكانوا بيسألوا على باباهم ولا لا، او كانوا مبسوطين بهارون ازاي؟ يعني كن نعيش معاكم اللحظات الجميلة ولكن ايضا موجعة على جانب اخر. لا طبعا هم مبسوطين جدا بأخوهم، بس طبعا كل يوم هم رغم ان هم اطفال سنهم صغير جدا، بس باباهم مأثر فيهم درجه كبيره جدا. كل يوم بيسالوني عن باباهم، احنا عايزين بابا، احنا عايزين نشوفه، هو كفايه كده، هو فين؟ هو لو كتبت رساله لباهر
وانت في الظروف دي دلوقتي بعد ما ربنا كرمكم بهارون تقولي له ايه؟ ايه اكتر الجمل اللي عايزه تقوليها له ردا على رسالته؟ ردا على رسالته اقول له انا واقفه معاك قلبا وقالبا ان شاء الله، ومش هسيبك ابدا، ومش هنضعف، وان شاء الله هتطلع وتخرج بالسلامه. ولادك هيكونوا احسن ناس ان شاء الله. اكيد ان شاء الله طبعا، يعني الاحرار لا يلدون الا احرارا. لكن هيشوف هارون امتى ان شاء الله؟ المفروض في زياره مثلا، ولا بعته له على صورته على الموبايل، ولا عملته ايه؟ باذن الله. نعم ان شاء الله في الاسبوع القادم. الاسبوع؟ لكن هو لسه ما شافوش لحد دلوقتي. لا لسه. بورك لكم في الموهوب وشكرتم الواهب، وإن شاء الله إن شاء الله يعني يكون وش خير على باهر وزمايلنا الصحفيين كلهم وعلى الحرية جمعاء. شكرا جزيلا لك يا سيدة جيهان زوجة باهر محمد زميلنا المعتقل حتى الآن والذي رزق بهارون وهو خلف أسوار سجون الظلم والاستبداد. بالعودة إلى زميلنا المصور محمد بدر وظروفك اللي مريت بها، قلت لي كانت أيام صعبة جدا، ودي الفترة اللي تهزيت فيها، ربما مرت عليك فترات من الاعتقال كانت شديدة في الظلم والقهر، لكن دي كانت يعني عاطفية مشاعرية شوية. احنا عندنا داخلية بتدي تصريح لوقفة للقطط في نادي الجزيرة، وعندنا داخلية كمان بتمنع أب انه يشوف ابنه، وعندنا داخلية بتحجز ناس ان هم يطلعوا يشيعوا جسامين اهاليهم، وبتسمح للبعض. عندنا ظلم مبين في السجون، حتى ده بيفكرنا بالجمعيات اللي كان اليهود كانوا بيعملوها لحماية البط والكتاكيت، وهم بيقتلوا في الآلاف في غزة. السجن، أنا شخصيا أول زيارة لابني كان لسه عنده 18 يوم، قعد 3 دقايق بالضبط مدة الزيارة، أنا كمان ما لحقتش أتأكد من ملامحه. بدأوا يندهوا على زيارة، هو مجرد ما بيقول الزيارة انتهت، فهو الخطوه اللي بعد كده بيجي يضرب الزايرين واللي متزايرين. يعني هو المفروض عارف ان انت هتشوف ابنك المولود لاول مره، برضه 3 دقائق وبرضه نفس الاسلوب. ده بالاضافه ان والدي راح اداهم خبر، يعني على اساس ان هو يلاقي، يعني يخلي عندهم يلاقي شوية. في انسان كان فيهم اب ولا حاجه، ولا فيهم اب، انما لم يشعر بعاطفه الابوه، لان هو لو واحد عنده احساس ايا كان هيسمح لسجين حتى لو هو ظالم او جاني. انا مثلا يعني لو انت حكمتني في سجين جنائي وهو اثبتت عليه التهمه، انا هبقى رحيم بيه من الناحيه الانسانيه، طبعا يقضي عقابه، انما دي مش عنده رحمه، ده حقه. بالظبط. عندنا مواثيق دوليه بتنص بحق المسجون. انت شفت ابنك محمود في الوقت ده 3 دقايق بالظبط؟ انا يعني 3 دقايق دولت ما يعني ما تعرفش تحدد حتى ملامح الطفل اللي جاي لك. بعد كده بدأوا يفصلوا الزيارات، الخطوة اللي بعد كده ان هم بيزقوا بقى في الاهل وكده. فطبعا كان شيء بشع انك انت تشوف اهلك بينزقوا او عسكري او ضابط بيشخط فيهم او كده. طبعا الحاجات دي كلها يعني بتخلي الواحد طيب بتشد على. خليني اسال والد زميلنا باهر محمد، هسأل الدكتور حازم غراب والد باهر محمد الصحفي بالجزيرة عن أحاسيسه وهو بيرزق بهذا الحفيد لكن ابنه في سجون النظام. دكتور حازم يعني أهلا بيك، يعني أنا يعني طبعا أمل، ولكن يعني وسط ألم، يعني هو أمل وألم، يعني توصف لنا المشاعر دي إزاي؟ والله الألم كان شديد، لكن يعني وازن هذا الألم الذي يعني أبكاني وأنا أؤذن في أذني الولد وأقيم، حتى لم أستطع ببساطة أن أكمل الأذان، لكن أكملت الحمد لله. كنت في يعني ممزق بين شيئين، الشيء الأول هذه الأم التي عانت 9 أشهر وهنا على وهن في حملها بلا زوج ولا يعني حتى عاطفيا ونفسيا، ناهيك عن أشياء الماديات والأولاد الصغار الآخرين. أنا كنت في حالة تمزق شديد، لكن كان بيسندني الله سبحانه وتعالى، لأنه بشعر إنه باهر في الرسالة التي وصلتنا
يعني يخرج من الخاص إلى العام وعينه على وطنه وعلى بلده وعلى سرية، وأنه يوصي ابنه وأبنائه الآخرين أنه لا الحرية قادمة، وجرعة الأمل اللي كانت بتعدل الكفة شوية، أيضا مما أدخل بعض السرور الإضافي وجود، واكتشفت أن لينا أسرة مهنية للأسف الشديد على مستوى الكون وليس على مستوى بلدي، وزملائي من أهل المهنة في مصر يعني جاءني من أستراليا ومن أقصى الأرض من يحتفلون معنا وأسرتين بيتر ومحمد فهمي على وجه الخصوص طبعا. الطفل المسكين الذي أبوه في 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 وراء الأسوار بتهمة كاذبة. كانت أسرة جميلة، بيتر سيرس وزوجته وشيء يعني وأولاده الآخرين، اثنين من أولاده الآخرين، يعني شيء كان يعني صح. أنا اعتذرت لوالد بيتر، قلت له أنا باسم الشعب المصري الحر المستقيم السائر بعتذر لك عن ما جرى لبيتر. هذه ليست مصر، هذا أنا عشت في هذا البلد 60 سنة، 61 سنة لم يحدث فيها أنه يعني صحفي أو سجن صحفي أجنبي بهذا الشكل. أقصى ما فعله أنور السادات يوما ما في صحفي بريطاني لما احتج على قناة 81 يعني زعاب شوية، لكن أن نسجن ضيفا، هذا كل هذه المعاني تدخلت وجعلتنا نصمد وجعلتنا يعني في النهاية نحمد الله سبحانه وتعالى ونسترخص هذه التضحية. دكتور حازم غراب، يعني أنت ورست النضال والحرية الرسالية التي لابد أن نحن نسميها مهنة البحث عن المكان. باهر كان نعم الصحفي، ولا أذكر الله أحدا، وشهادتي مش مجروحة، قد تكون مجروحة نظريا لكن عمليا والله باهر مقدام وباهر دكتور حازم غراب وباهر كان يعلم كنت أحذره كل ليلة، وبعد ما أحذره ألوم نفسي، لأن أنا نفسي غطيت حرب العراقية الإيرانية. شكرا يا دكتور حازم. دكتور حازم طبعا يعني زي ما أنا قلت لحضرتك، يعني أنت ورست باهر النضال وحرية الصحافة وحرية الكلمة والبحث عن الحقيقة، ويبدو أن هذا الجين يعني لا يمكن الاستغناء عنه في هذه العائلة الحرة وكل عائلات البحث عن الحقيقة. شكرا جزيلا لك، وفك الله أسر باهر وبارك لك في أحفادك بإذن الله وفي أولاد باهر محمد. هنشوف رأي الناس إيه مع حسام يحيى. نعم. تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أجزاء من رسالة زميلنا باهر محمد، وكان الجزء الأكثر تداولا بالطبع: استمروا بالابتسام لأنه لابد للشمس أن تشرق ولو من وراء الغيوم. نبدأ بهند التي تقول على فيسبوك: يوما ما سيكبر هذا الطفل ويصبح صاحب قضية مثل أبيه، هكذا الأحرار يكونون. تعليق آخر من فيسبوك مع أحمد الذي يقول: عمر السجن ما غير فكرة، عمر السجن ما أخر بكرة. تعليق أخير من فيسبوك مع وفاء التي تقول: ثمن الدفاع عن الحرية وخاصة حرية الكلمة ثمن غالي. وإلى تويتر نبدأ برقية التي تقول: هكذا الشرفاء فيك يا مصر يذوقون الظلم والقهر، حسبنا الله ونعم الوكيل. تغريدة أخيرة من تويتر مع حمدي يقول: أن تكون صحفيا ليست جريمة، عفوا أخي أنت في زمن قمع الحريات. أيمن، هذا ليس الحادث السعيد الوحيد، ولكن أيضا زميلنا محمد فهمي سيتزوج قريبا. ربنا يكتر. يعني هذه كلها أنا بعتبرها أمال في الحقيقة وسط يعني كومة الأحزان والآلام التي نعيشها. شكرا لك حسام يحيى، وهكذا هي الحياة بين الإجراح وبين الأمال. محمد بدر، ماذا تقول في نهاية هذا اللقاء؟ أقول للزميل بيهج محمد: أنت هتقعد مكاني هنا وهتفضح انتهاكات سجنيك، وهتفضح ما يحدث داخل السجون، والمظلوم الحر وجهة نظره بتعيش، والظالم السجان بيموت حتى لو عايش. شكرا جزيلا لك محمد بدر، مصور الجزيرة مباشر. هكذا دائما حال الأحرار. شكرا جزيلا لك.